سيد الرئيس، الحضور الكرام إلى جلسة وزارية حوارية حول وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بإفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادا لقمة المناخ COP27. يدير الجلسة السيد جون ديفتيريوس مذيع بقناة CNN. وندعو السادة المشاركين بالجلسة للصعود إلى المنصة. أولاً السيد جابرييل ماباغا وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية. السيد تيمبر سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية بجمهورية نيجيريا. السيدة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقي. المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. Good morning, everybody. Thank you very much for the kind introduction. I think we should start with the fact that it's good to be back together again, right? If you think in 2020, and I looked at the backdrop of the picture during your speech, Your Excellency, nobody had a mask. We've had gone full cycle in 2 years, from negative pricing, right, in the heat of the pandemic, to the march here above $90 a barrel. تخصيص الأسعار السلبي والذي سيكون له آثار سلبية، لذلك نود أن نتكلم، يجب أن ندعو ذلك، هو تخصيص أو تعميق أو رفع الأعباء عن الاقتصاد المصري في قطاع الغاز وقطاع البترول خلال السنوات الست الماضية، والذي أخذت مكانا. وإنه من المهم أن نوضح أن مشاركة الرئيس السيسي هي شيء مهم، ونحن هنا جميعا للحصول على بحضور سيادته معنا في هذا الاجتماع، ونحن نود أن نوضح أننا ممتنون جدا لهذه الدعوة لحضور المؤتمر، حيث أن مصر تعتبر الدولة المحورية في هذا المجال أو في هذا الجمع في البحر المتوسط، والذي نتكلم اليوم عن توزيع الطاقة. The overdependency on a couple of key players around the world and what we've seen in the European Union in terms of نتحدث عن القضية التي سنقوم بمناقشتها هذا الصباح. سيكون هناك 20 دقيقة لأربعة لاعبين أساسيين. ما يحدث في إفريقيا وهي بمثابة نافذة حيوية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. نعم، أن مؤتمر الأطراف 27 COP27 والذي سيمثل إفريقيا، شرق إفريقيا وشمال وغرب جنوب إفريقيا، وبالطبع أن نحن في حاجة إلى التعرف على التحديات وأيضا الدول العالم التي ستشهد هذا المؤتمر الذي سيعقد في مصر، وكيف أن هناك دائما أمور هامة ألا وهي كيفية الوصول والحصول على الطاقة. لدينا ما يزيد عن 1 مليار الذين لا يحصلون على الكهرباء أو الطاقة، ولكن يمكن لنا أن نقول أن نصف مليار في هذه القارة لا يحصلون على الطاقة والكهرباء بالمعدل اليومي، وهذا بمثابة جريمة. وهنا تحدثنا عن رؤية موحدة للقارة الإفريقية، ولاحظت أن هناك تحدي مزدوج، والفرصة
التي ستوفرها سيوفرها مؤتمر الأطراف في كوب 27. كيف يمكن، ما هي الرؤية الموحدة لإفريقيا حتى تجتمع القارة الإفريقية في كوب 27 والتعامل مع التحديات؟ سيادتي سأتحدث باللغة العربية، ولذا أود أن تقوم بوضع السماعات للاستماع إلى الترجمة باللغة الإنجليزية. لوجودك معنا ولإدارة هذه الجلسة، وفي البداية بحب أرحب بضيوفنا وأشقائنا من أفريقيا، معالي الوزير النيجيري ومعالي الوزير غينيا الاستوائية لوجودهم معي، والدكتورة أماني مفوضة الطاقة بأفريقيا. فالحقيقة أنه يعني موضوع الجلسة مهم، لأنه إحنا بما أننا سنستضيف قمة المناخ إن شاء الله في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وبما أننا سنمثل أفريقيا، فيجب أن إحنا نبتدي نتكلم على توحيد الجهود ويكون لنا صوت في هذه القمة المهمة. طبعا احنا بداية نحب نقول انه يعني مصر والدول الافريقية طبعا ملتزمة بقرارات باريس وكل القمم والالتزامات الدولية فيما يتعلق بمحاربة تغير المناخ. هذا من ناحية. من ناحية اخرى وده الاهم، هو انه ويمكن الدكتور فاتح في كلماته تحدث عن ذلك، بأنه يعني أفريقيا الحقيقة تعد من أقل القارات في العالم مسببة في الانبعاثات الضارة أو الانبعاثات الكربونية، ومش بس من ناحية الكم بل أيضا بالنسبة لعدد السكان. ومن هنا نقدر نتكلم على إزاي مسؤولية قارة أفريقيا مع العالم في وجود قرارات من هذا المنطلق. الجزء الثاني وده الأهم واللي على أساسه إحنا محتاجين إن إحنا نوحد الكلمات أو المخرجات الخاصة بهذه القمة، وهو إنه في تباين كبير ما بين دول القارة الأفريقية، بمعنى إنه في 54 دولة الأفريقية بنجد إنه توجد دول كثيرة ليس لديها موارد للطاقة، أو ليس لديها الموارد للطاقة الكافية لتغطية احتياجاتها، فبالتالي بتلجأ إلى الاستيراد، أو ما عندهاش الإمكانيات الاقتصادية حتى أنها تكفي احتياجات مواطنيها. وتوجد دول أخرى لديها هذا الفائض ولكن ليس لديها البنية التحتية لتنمية هذه الطاقات المكتشفة. كما يوجد في هذه القارة الكبيرة يمكن مئات الملايين من شعوب أفريقيا ليس لديهم نفاذية للكهرباء، وليس لديهم الحد الأدنى من الوقود النظيف للطهي وللطعام. وبالتالي احنا بنتكلم في تباين كبير جدا في احتياجات الشعوب والمتطلبات اللي سيتم طلبها وفقا والمقررات الدولية. ومن هنا بدأنا نتواصل ونفكر بأنه بما أننا سيكون عندنا المؤتمر في نوفمبر القادم، يجب أن نتحدث مع أشقائنا بأفريقيا، وقد بدأنا نحن نتكلم في يعني في هذا الإطار علشان نعد لمبادرة. المبادرة تكون بتعبر عن أفريقيا، تعطي الأفريقيا الوقت المناسب والكافي للتحول الطاقي مع مراعاة الظروف التي تحدثت عنها في المقدمة، وكمان مراعاة تعظيم الاستفادة من مواردهم الطبيعية، لأنه في دول أفريقية كثيرة عندها هذه الموارد لا تستطيع أن تستفيد بها. وهنا بنتكلم بصفة خاصة الغاز الطبيعي، وهو الوقود اللي تم اختياره كوقود انتقالي. فبدأنا بالفعل ننسق مع المفوضية، ننسق مع بعض الدول وأشقائي الأفارقة، بحيث ان احنا نطلع بحاجة نشتغل فيها بالتنسيق مع اللجنة العليا علشان نقدر نعبر عنها ونتكلم عنها بالتفاصيل في المؤتمر.
Thank you very much. And it's great to have the شكراً جزيلاً سيدي. من الممتع أن يكون لدينا ترجمة فورية سريعة. نحن نحتفل بالمناسبة على شلة الاتحاد الإفريقي، وأيضاً من حيث تداول ملف الطاقة، وهذا ما أشرنا إليه في الكلمات الافتتاحية، وكيف أن كثيرا ما يكون هناك تجاهل لكثير من النقاط والتي تناولتها هذا اليوم. لقد تم إعلان هذا العام فأنه دور الطاقة النووية والغاز الطبيعي وصولا إلى عام 2050، وكيف أن الغاز الطبيعي في مصر، وكيف ينظر إليه الاتحاد الإفريقي الآن من خلال الفرص في غينيا الاستوائية والسنغال وموزمبيق باعتباره وقود تحولي أو انتقالي. كيف نتناول هذه النقطة؟ اسمحوا لي في البداية أن أشكر جمهورية مصر العربية على دعوة الاتحاد الإفريقي لهذا المؤتمر الهام، وأشكر بشكل خاص معالي الوزير على دعوته الكريمة ولعقد هذه الجلسة المخصصة للقارة الإفريقية. أود أن أؤكد على بعض الأرقام الهامة التي أشار إليها دكتور فتح بيرول في كلماته. 600 مليون أفريقية وأفريقي يفتقدون إلى الكهرباء، ليس لديهم نفاذ للكهرباء. 900 مليون أفريقية وأفريقي ما زالوا يعتمدون على الفحم والحطب والبيوماس أو الوقود العضوي البسيط مش بصورته النظيفة في الطهي. 400 ألف معظمهم من النساء أفريقية وأفريقي، النساء والأطفال، يموتون بشكل مبكر نتيجة استنشاق الأدخنة من للطهي الغير النظيف، وده رقم أعلى من حوادث الطرق في القارة اللي هي 290 ألف نسمة، أعلى من الملاريا، وأعلى طبعاً من كوفيد. هذه أرقام مخيفة، وليست فقط على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى الإنساني. يعني ضمير الإنسانية كيف يقبل أن هذا يحدث في القرن 21 في قارة بها كل الموارد الطبيعية التي يمكن تخيلها، بما فيها طبعاً الطاقة سواء كانت من المحروقات أو من الطاقة المتجددة وغيرها. الغاز عندنا 17 دولة في القارة تنتج الغاز الطبيعي، عندنا 70% من البترول الإفريقي يتم تصديره ولا يستفاد به حتى في الصناعات التحويلية محليا، لا يستفاد به حتى في النفاذ للطاقة. 45% من الغاز الطبيعي في القارة أيضا يصدر بدون تحويل، وإذا والغاز يمثل 5% فقط في المكون أو خلطة الطاقة أو الانرجي ميكس زي ما بيقولوا عليها. إذا احنا محتاجين لإعادة النظر بشكل قوي جدا وسريع لإحداث قفزة كبيرة في عملية النفاذ للطاقة، وليس فقط للإضاءة أو الاستخدامات المنزلية ولكن للصناعة والتصنيع، وهي أمر هام، وخصوصا أن القارة الإفريقية الأسرع نموا سكانيا وأيضا الأسرع نموا في موضوع الانتقال إلى المدن، بما يحدث هذا من احتياجات في مجال للنقل، للتبريد، وده موضوع ضخم جدا، للاستخدامات الأخرى للطاقة بما فيها الصناعة. إذن الموضوع الطاقة موضوع حيوي للقارة، وأيضا لابد أن أشير وأشيد لأنه الفروق في القارة ليست فقط ما بين الدول وبعضها ولكن بين الريف والحضر، حيث بنجد أن الريف نسب فيه أقل كثير، يعني أقل بشكل فظيع. فلا بد أن أشيد بمشروع حياة كريمة في مصر، كون أنه يعني نجد، أنا شفت على الشاشة من شوية أن الغاز الطبيعي، وأنا عارفة أنه وقرأت تعليمات السيد الرئيس أنه الغاز الطبيعي الأولوية للمناطق الريفية،
ده حدث لابد أن نتحدث عنه كثيرا، زي ما بنتحدث على بنبان وهي محطة رائعة وضخمة، ولابد أن نتحدث عنها كثيرا، ونتحدث أيضا عن دور القطاع الخاص، وأنه أسعد أنه في محطة بنبان عدد كبير من القطاع الخاص اشترك، وعدد كبير من هذه الشركات تقود سيدة، فأيضا المرأة في الطاقة من خلال هذا المشروع كانت دفعة قوية. والريف في القارة الإفريقية ثلاث أولويات: الماء، الطاقة، الربط الرقمي، والثلاثة بيعملهم مشروع حياة كريمة، فهي يعني الحقيقة نقلة نوعية أيضا للاهتمام بالريف في القارة. Thank you very much for that. I'm just waiting for the translation to finish. Let's bring in Equatorial Guinea and why is it vital in your view for يخص دولة الكاميرون؟ فما هي وجهة نظرك فيما يخص هذه تفضلاً على السؤال. أعتقد أنا سعيد جداً بوجودي هنا في مصر وفي القاهرة على وجه الخصوص. لقد كنت هنا في مصر لمدة عامين متتاليين، وأنا سعيد جداً بوجودي هنا، وإنه أيضاً عودتي مرة أخرى إلى القاهرة. فأنا أود أشكركم جميعاً على الدعوة. أود أن أصف الوضع في الكاميرون، حيث أنه في العام الماضي كان هناك وضع متأزم جدا، حيث أن كان لدينا مشاكل في هذا المجال. وكما يعرف مستر سيلبيا، السيد تحدثنا بنفس اللغة وبنفس الصوت، وهو أن الموارد مهمة جدا للمواطنين، وكان الأمر مهم جدا أن نوضح للعالم أجمع أن الأولوية لنا أن ما هو في على قائمة الأولويات في أوروبا وعلى قائمة الأولويات في أمريكا ليس بالضرورة أن يكون على قائمة الأولويات في أفريقيا. ربما ما يظنون أنه طاقة خضراء. دول مثل نيجيريا لديها أيضا إنتاجية من البترول والغاز الطبيعي، أيضا موزمبيق لديها إحدى احتياطي البترول. ولكي نقول للأفارقة فلتنسوا عن الوقود الأحفوري، فهذا يعتبر جريمة في حق القارة الأفريقية. ما نريد أن نقوم به أن أفريقيا لابد أن يكون لديها خطتها الخضراء، ليست الخطة الأوروبية ولكن الخطة الأفريقية الخضراء. وأيضا كما قامت مصر بتطبيق هذه الخطة، لذلك أمر مهم جدا أن دول مثل مصر، مثل نيجيريا، مصر لابد أن تكون القائدة. عندما أقول أن تكون مصر القائدة خاصة في الوقود الأحفوري، لدينا أكبر المصادر الطاقة، لدينا أكبر العديد من الدول الأفريقية التي من الممكن أن تستفاد من التجربة المصرية. ولكن من أجل الاستفادة لابد أن يكون هناك التكنولوجيا، لابد أن يكون هناك الآليات. ما عملناه في غينيا أن قمنا بتطبيق هذه الاستراتيجيات وهذه الخطط، وكان لدينا القدرة على المناقشة لكي نتناقش مع بعضنا البعض للاستفادة للمنتجات البتروكيميائية، للكهرباء، حتى بالنسبة للدورات التدريبية للأشخاص. فأمر مهم جدا أن تستمر هذه المناقشات. لهذا سبب أنا هنا في مصر، لهذا سبب أنا أذهب إلى كيب تاون، لهذا السبب أذهب إلى نيجيريا. لابد أن نفكر في أولويات المواطنين، خاصة الغاز الطبيعي الذي يغمر القارة الأفريقية. لذلك أعتقد أن هذا هو أملنا. لا ننسى البترول. البترول بالتأكيد هو من إحدى مصادر الوقود الأحفوري الذي يجب أن نعمل على تنميته، وأيضا أن نعتمد عليه في الأمن الخاص بالطاقة. شكرا جزيلا. فلتقترب من
الميكروفون. لدينا فقط 7 دقائق فلتتفضل سيدي. هناك سؤال أخير للمناقشة الأولى. سيدي هذا أمر مثير للاهتمام لأن الطلب على نيجيريا حوالي 1.7 برميل يوميا والإنتاج في العام الماضي كان 1.4 مليون برميل في اليوم. وبالتأكيد قابلت التحدي خلال الجائحة. هل أنت قلق بعض الشيء؟ هل من الممكن أن يكون الأمر صعب لبعض الدول الأفريقية لجمع التمويل للقطاع البترولي خاصة في المنتجات البتروكيماوية؟ هل هذا واضح بالنسبة لكم أم ما هي الخطة لديكم؟ نعم بالتأكيد هذا أمر نحن قلقين. نعم نعرف إنها مشكلة خاصة في ظل القانون الجديد الذي قمنا بتمريره. لقد قمنا بتمرير قانون جديد من أجل تحفيز قطاع البترول وأعمال وأنشطة قطاع البترول وصناعة البترول. ولدينا خيارين أو مفرقين للطرق. نحن نعتمد بالتأكيد على مواردنا وأيضا خاصة في ظل جائحة الكورونا كان تحدي كبير بالنسبة لنا. ولكن نحن نعتقد لابد أن نستمر في هذه النقطة في التنمية وفي التطوير في قطاع الغاز وقطاع البترول. أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر تمولا لدعوتي لمصر لحضور هذا الحدث المهم الكبير وفي أن أقدم المساهمة في هذه الرؤية الموحدة فيما يتعلق بهذا القطاع. أعتقد أن هذه المصادر نحن نعتمد عليها في المستقبل. نحن ننظر إلى احتمالات كثيرة بالنسبة للتمويل. كما قلت لقد رأينا بعض المحاولات لجذب بعض الاستثمارات للحصول على تمويلات في قطاع الغاز والبترول. كما نقول نحن كأفريقيا لابد أن ننظر إلى أنفسنا أن نبدأ في إنشاء المصادر التمويلية داخل أفريقيا نفسها من أجل تمويل هذه القطاعات والتي سوف نستمر في الاعتماد عليها. لقد كان لدي بعض المناقشات مع بنك التنمية الأفريقي بالنظر إلى بعض الشراكات مع بعض الدول الأفريقية للنظر إلى مصادر التمويل لأننا بالتأكيد لا نستطيع دائما أن ننظر إلى باقي دول العالم لكي تستثمر في أفريقيا لكي نحصل على التمويل في أفريقيا. وأقول لك هذه فقط أفكار جانبية أود أن أطرحها عليكم. دعني أقول لكم ربما تكون هذه العواقب التي حدثت كانت من أهم النقاط التي جعلتنا نركز على هذا القطاع وأيضا أن نعرف الطاقة النووية كطاقة نظيفة. كل شخص يستطيع يتحدث في هذا المجال وكلنا نقول لماذا لا نستثمر في الطاقة النووية ماذا كما نقول أن الطاقة النووية هي طاقة نظيفة. كما أقول نريد أن نستثمر أن نطور أن نعزز قطاع الغاز الطبيعي والقطاع البترول وأن نبحث عن المصادر التمويلية. نحن ننظر إلى أن نتحد جميعا كدول أفريقية لكي نعتمد على هذه الموارد في مجال الطاقة ومجال البترول ونرى كيف سوف يكون لدينا تمويل متعدد الأطراف لكي نركز على الاستثمار والتطوير والتنمية في هذا القطاع. شكرا جزيلا. دقيقة سيدي الفاضل. لدينا أفكار جيدة خطة خضراء نظيفة لأفريقيا ثم بعد ذلك أفريقيا تعتمد على أفريقيا في المصادر التمويلية. هل هناك خطأ سيد مولا إذا نظرنا إلى التمويلات من الإي جي التي تأتي من حوالي 23 بليون دولار التي ترتفع إلى 50 تريليون دولار لكي تدفع بشركات الطاقة الدولية
الدولية لأن لديهم أفضل التكنولوجيا ومن إمكانهم تسريع هذا التحول. هل هذا ممكن؟ هل هناك خطأ أن ندفع بالآي إي سيز أم أن هذا الأمر حدث مبكرا من وجهة نظرك؟ هو خطأ ولكن هو يجب أن يكون بتمهل وبعقل، لأنه يمكن اتضحت من خلال يعني الحديث للدكتور فاتح ثم ما تم ذكره هنا، اتضحت يعني الفكرة من ما هو مطلوب للقارة الإفريقية وأيضا الدول المثيلة للقارة الأفريقية، فإن احنا بنحتاج هذا الوقت وبالتالي هذا التمويل ومن شركاء التنمية. طبعا يمكن التعجل في الدفع بإرجاء هذه المشروعات والخروج منها على اعتبار أنها طاقة غير نظيفة يعني لم يعطي الفرصة للمرحلة الانتقالية، وهي دي المرحلة الانتقالية اللي محتاجين فيها أن احنا نعظم جهودنا حتى نستطيع أن نصل لتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية زي الغاز الطبيعي كوقود انتقالي زي ما اتفقنا، وفي نفس الوقت توطين التكنولوجيات التي نتحدث عنها في هذه الدول، وبالتالي نستطيع أن احنا نحصل على هذا التمويل لنتمكن من الوصول للمعادلة المطلوبة. الانتقال موجود تكنولوجيا وتمويل يجعلنا في الشكل المطلوب بطريقة تبقى مقبولة ومنطقية في التطبيق، ولا يكون من عليها أثر وضرر على البلاد المطلوب منها هذا الانتقاء السريع، خصوصا بعد ما شرحنا في هذه الجلسة التحديات التي تمر بها القارة ودول أخرى كثيرة مثيلة لها. Thank you. Let me bring Dr. Abu Zayed into the conversation here. I saw Ursula von der Leyen visit Senegal. She's trying to encourage the renewable energy. The Senegal made extreme finds, very promising finds in natural gas as well. How is the European Union work with the European Union to say this is the equitable pathway forward in the transition? اضطر نعمل مع كثير من الشركاء. طبعا الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم الشركاء وأقدم الشركاء للقارة الإفريقية، ولكني أودت التعليق فيما يخص التمويل الإفريقي إفريقي، وأذكر أن في يونيو الماضي كان لنا شرف إطلاق السوق الإفريقي الموحد للطاقة، وسوف يكون بحلول عام 2040 أكبر سوق عالمي لتبادل الطاقة في العالم، لربط ما بين مناطق الإنتاج ومناطق الاحتياج من خلال شبكات نقل عملاقة، وأشرف أن هذا إطلاق هذا المشروع تم تحت الرئاسة المصرية للجنة الوزارية الإفريقية، وأيضا الاهتمام بالنقل الجماعي في المدن، المشروع الإفريقي للنقل للسكة الحديد لربط المدن الإفريقية بعضها البعض من خلال وسائل نظيفة، وهي كلها أمور تصب أيضا في إطار التحول أو التحسين استخدام الوقود والانتقال التدريجي إلى الوقود النظيف. وأود الإشارة والإشادة تاني والتأكيد على أهمية التعاون الإفريقي إفريقي في هذا المجال. مصر لديها خبرات رائعة في مجال الصناعات البتروكيماوية، مد الغاز للمنازل، التحويل الغاز في وسائل النقل، برامج النقل العملاقة اللي بتقوم بها مصر وخاصة السكة الحديد. إذن موضوع أنه أو الكلايمت أو المناخ ليس فقط منحصر في التحول من نوع وقود إلى نوع وقود، ولكن لابد من رؤية شاملة تشمل كل القطاعات بما فيها كما ذكرت النقل وأساليب كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استخدام الطاقة. Okay, I'm going to pose the final question to the Minister of Ecuadorian and to Nigeria, the same question with a 30-second answer. Did we sleepwalk into a crisis here? هل هناك أزمة تتعلق بالنفط، خاصة أن سعر البرميل تجاوز $100؟ وبالطبع لا يجب أن نقع في هذه المصيدة.
to make sure that consumers are taken care of. نحن يتعين علينا الاستثمار من أجل أن نضع في اعتبارنا المستهلكين. سأتفق معك في ذلك، ولكن أصر على أن هناك أمران، هناك جانب الإنتاج والاستهلاك، فالمنتجون عليهم أن يغيروا، ولكن أيضا المستهلكين عليهم أن يغيروا أسلوب حياتهم. ما يحدث بعد الجائحة، الناس تود مرة أخرى إلى زيادة الاستخدام في الكهرباء، في السيارات، فهناك صعوبة في التغير. فنحن نقول أننا لن نحدد من الإنتاج، ولكننا نود منكم أن تقوموا بضخ المزيد من البترول أو النفط. فالصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقولون بالفعل بأنهم لن يقوموا بزيادة الإنتاج في إفريقيا، ولكنكم تقولون لنا هل قمتم بضخ المزيد من البترول لأن الأسعار تتزايد. المهم هنا والأمر المفقود هو أنهم ما من حوار حقيقي. كل مرة نحاول أن نشرح لماذا هذا الأمر يكتسي أهمية لنا، لكنهم لا يودون الاستماع إلينا. فلننسى الحديث عن النفط والغاز، فسوف ترتفع الأسعار بصورة كبيرة، ويبدأ الناس في الصراخ، والتليفونات تحتاج إلى بطاريات، وبالتالي نقوم بالعودة إلى استخدام السيارات الكهربائية. وكل هذه متطلبات المستهلكين، فالمشكلة ليست عندنا بل عند المستهلكين. عليهم أن يتغيروا، أن يغيروا أسلوب حياتهم، وهذا أيضا سيؤدي إلى تحسين المناخ في 30 ثانية. ونحن سنرحب بتلقي أي أموال. كنت أنتظر هذه الجملة. هناك أمران. أولا، فكرة انفتاح الاقتصاد العالمي بصورة مفاجئة بعد الإغلاق وبعد انخفاض الطلب بصورة حادة، وقد توقعنا هذا الوضع وارتفاع الأسعار، ولكن المشكلة الحقيقية هو أن معدل الذي يتم فيه استثمار النفط كان سريعا للغاية، والتنمية وتطوير الموارد المتجددة لسد هذه الفجوة كانت بطيئة. لقد توقعنا أن هذا هو ما سيحدث، ولكننا تفاجأنا من سماح بحدوثه. لكن علينا ألا نكرر هذا الخطأ. فينبغي للعالم أن ينظر إلى قطاع الغاز والنفط، لأن هذا هو الحقيقة، هذا هو الواقع. لا يمكننا أن نوقف مرة واحدة، فالنفط والغاز سيظلون معنا لفترة قادمة، ولذلك علينا أن نواصل الاستثمار في هذا القطاع بحيث لا تقع في هذه المشكلة مرة أخرى في المستقبل. شكرا جزيلا. إيجازا واختصارا، أود أن أعرف كيف تقيس النجاح سيادة الوزير الملا لمؤتمر الأطراف العام 27؟ هل ستقول سيكون كيف ستستطيع بالنيابة عن الحكومة أن تقول يمكننا أن نقيس نجاح مؤتمر الأطراف وتمديد ذلك؟ فعلا يا جون، هو الحقيقة أن احنا إذا كنا نستطيع أن احنا في المخرجات ومقررات اللي هتخرج عن نتائج قمة المناخ في نوفمبر القادم من شرم الشيخ أن تحتوي على هذا العنصر الذي نتحدث عنه، هو ضرورة النظر لأفريقيا ووجود تمويل وتوطين التكنولوجيا، بحيث أنه نستطيع أن احنا نستفيد من هذه القمة كقارة موحدة بهذا الصدد. ثانيا، أنه يتم مراعاة القرارات أن تكون موضوعية وتكون يعني قابلة للتنفيذ، يعني المدة الزمنية تكون منطقية والمطلوب يكون منطقي في تنفيذه من حيث المدة مع التمويل اللي احنا بنتكلم عنه، حتى نستطيع ان احنا نعمل التوازن في الخروج بالمرحلة الانتقالية المطلوبة. واعتقد انه مهم جدا، لانه هيكون يعني صوت افريقيا خارج من مصر،
وتستمر بعد كده في التداول بعد كده لما تروح لدولة الإمارات من هذا المنطلق. يبقى احنا قدرنا ان احنا نعمل وقفة جيدة نعبر بيها مع التزاماتنا طبعا يعني مقاومة ومحاربة التغير المناخي، وهو كلنا يعني بنستهدفه حتى نضمن يعني الكرة الأرضية والمناخ بتاع أولادنا وأحفادنا بمناخ بعيشة طيبة في المستقبل إن شاء الله. Thank you very much. And this is a unifying opportunity for Africa. كانت هذه فرصة لتوحيد إفريقيا كما قلت، واستضافت أيضا الإمارات باعتبارها جسر بين الشمال والجنوب. أود أن أسأل الرئيس السيسي، فقد كان يكتب بعض الملاحظات، أود من سيادتكم أن تقوم بتقديم بعض التعليقات في الإيجاز ونهاية هذه الجلسة.